انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم الصحة بمحافظة الشرقية من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، أعقب مسيرة سيرا على الأقدام بالعيادات المتنقلة للتنويه عن انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية. النهاردة في يوم إطلاق مبادرة 100 يوم صحة، الحقيقة هي يعني دعم لكل المبادرات اللي فاتت، تنشيط لكل المبادرات اللي فاتت، بنرفع فيها وعي المصريين الصحي، بننفع فيها ثقافتهم الصحية. المبادرة دي بتعمل على توسع في جميع خدمات وزارة الصحة. زي ما حضرتك شايف النهارده في استنفار لجميع الفرق الطبيه في محافظه الشرقيه، النهارده الخدمه في خلال ال 100 يوم دي المفروض ان هي هتوصل لجميع المواطنين بالمحافظه. بتوصل للشباب، بتوصل لكبار السن، بتوصل للسيدات، بتوصل للاطفال. والله حمله ال 100 يوم دي احسن انجاز رئيس السيسي عمله للشعب المصري، واحنا فخورين بهذا الانجاز، لان طبعا حمله مليون صحه بتكشف عن الضغط وعن السكر عن اورام الثدي، فهي حمله شامله، واحنا كلنا جميعا بنشكر الرئيس السيسي.